بزاف دي بلانيت كتبقاو في الكودكس. زكريا ممكن تمشي للكودكس توريه النافيغاسيون زعما توريهم لي بلانيت. اييه هاي اوكي هادو لي بلانيت كل بلانيت فيها دي ريسورس ياك وكيكون فيها شي بوس. ديك البوس كيعطيك شي حاجه ياك. كل بلانيت فيها ريسورس مثلا ديك الحاجه اللي عطاك داك البوس باش انت خصك تصايبها كيخصك مثلا باش دي ريسورس من لاطير ودي ريسورس دي ريسورس بدلوها بدلو لا ما هز صندوق الحيوان تخليها لي صندوق الحيوان نفاقت ما كيعجبنيش نهزها بابا طياره انا نضرب طياره انت ضرب اخرين اوكي يلا واسير وروشي روشي باش انا ما نكش ضرب طياره راني كنضرب فيها انت دير كتفرج فيها شكون عند الحيوان اللي غجواني انا المهم يعني ممكن ناخذ وات شو ادخلنا كي داير واه اجي تشوف ادخلنا اوبي عندو لا غالاتين ماشي لا غالاتين هذه وات واو داكشي اوبي عموما فاليوم حابين نشرح لكم كيف تلفل او الفارم وريكم الفارم اسرع فارم من 60 الى 70 فارم من 60 الى 70 طبعا الشباب مجتمعي اتوقع انهم ناويين على التنين فبوريكم الفارم طبعا الفارم هذا جهوبة واسهل بكثير من الفارم من 1 الى 60 يعطيك 28 الف اكس بي فهذا اول موقع طبعا مفتح لكم خريطة هذه القلعة لاحظون هذا كان اول موقع تقريبا هي 5 مواقع هذا اول موقع You did well to keep the undead at bay. We are holding the line here while we treat the wounded. I fear the bridge is in worse shape. I will meet you, you would there. Do well to assist there. Seek out Sergeant Knox. They're in trouble! We must go to their aid! هاي زيوم لديكم لعبة سكاي فورج يا لعبة جميلة جدا فيا هندخل All right, listen up. We're heading for Ionor. Our mission is to clear the town of enemies and evacuate the civilians. Keep your eyes open and be careful. We're not immortal. Questions? All right then. What do I love to make So question. شغل طيب. Okay. حسبنا. شخصيتي جميلة. This is Ionor. We received a distress call. The town is being attacked by birds. قايم من ناحية الميشن والتكسترات وال يعني الفارمنت مالته والموفمنت طبعا امشي موفمنت لو ار بي جي امشي ذاك الموفمنت فخلنا نشوف اوف ندوس شيفت يطي اسمه هذا داش اوكي او الكمين محتوى اللعبة وهو يضم طور للقصة وطور اونلاين مع العديد من عناصر اللعب مثل تبادل المنتجات وقتال الفضاء ايضا عدد كبير من المركبات الفضائية تستطيع شرائها استكشاف الكواكب شعور رائع وعلى الرغم من انه قد لا يكون هناك سوى حفنة من الكواكب التي يمكن أن تلمسها في الوقت الحالي إلا أنها ضخمة جدا حيث تستغرق ساعات للطيران حولها إنها محاكاة لأعلى التفاصيل ولقد صرح سابقا مخرج اللعبة كريس روبرتس بأنه قام بتغيير محرك تطوير اللعبة من كراي إنجين إلى محرك شركة أمازون نمبر يارد إيقاعات من معجزة
ميو فان جو فوق بان توني وان نيجي جو تاو فشان اي تاو جان كوكي كوي تامان جو جوان لي بو جوان واي شي جو فوان在节奏不为悲喜听那未知高下的爱情听内心故事的浮光掠影来的人来人去不过是宿命刀山火海都是一场修行等待的爱来爱去难逃是注定 لعبة سلك رود بمعنى طريق الحرير. اللعبة هاي من اجمل الالعاب اللي لعبتها في حياتي, واللعبة خفيفة جدا ومناسبة كتير للاجهزة المتوسطة. هذا طبعا الشكل اللعبة اول ما تفوت عليها, هذه نسخة بسموه بريفايت سيرفر اللي هو سيرفر خاص للعبة. طبعا في بداية اللعبة بيكونش عندك اي شخصية, انا عندي شخصيات عاملها, بدك تعمل كرييت اللي هو خلق شخصية وبنق لك على مكان عمل شخصية. في عنا سباق في اللعبة هاي بين حضارتين اللي هي الحضارة الصينية والحضارة الاوروبية, تمام. بتقدر تختار اي شكل من هدول طبعا الاشكال في القصة تاعت اللعبة حسب ما نسيت بصراحة ايش قصصهن. على كل حال من الاحوال في عندك هذه تقريبا الشخصية بناسبك, وفي عندك الشخصيات الانثى او البنت, ممكن تختار اي بنت من هدول يكون قوي ضد السحرة. نيجي هلأ نختار سلاح, وخلينا نيجي نحكي عن الاسلحة. اول سلاح تحمل درع معهن, ولكن الاسلحة الثانية بتقدرش تحمل معها درع, تمام. وفي عندك هذا الجليف اللي هو الحربة, بتكون نوعا ما ضعيفة. وفي عندك الباو, هذا تقريبا متوسط بين اثنين, لو بدك انت تبني شخصية متوسطة ما بين قوتها الدفاعية وما بين قوتها السحرية. طبعا حننزل احنا في اول مدينة في اللعبة بينزلوا فيها المبتدئين الصينيين فقط, طبعا اللي هي جانجان, بتنزل انتم طينية. هاي الخريطة تاعت اللعبة, طبعا هذا داخل المدينة. خليني افرجيكم الخريطة, لو كبسنا على الزر هذا بتبين الخريطة كلها, وهذه المدينة اللي انا جواتها اللي هي جانجان. بعد ما تطلع بعد مستوى 20 تنتقل لمدينة دون وانج. المهم خلينا نبدأ نضرب هلأ في الوحش هذا ونشوف. بدأت المعركة يا شباب, وهاي ايش هاي نزلنا منه اشي هيك, هذا بكون بسموه اكسسوريز اللي هي اكسسوارات, ونزلنا 49 ذهب. عندنا لعبة اسمها Last Oasis. اللعبة هذه لعبة سيرفايفل. قبل ما اكمل لحظة, ادري انكم تبغون ارك, لا تخافون, ارك موجودة وارك بتيجي وسلسلة ارك مستمرة, بس
جربت هذه اللعبة على البث وعجبت كل الشباب، حتى الشباب اللي يحبون ارك عجبتهم، وعجبتني انا برضو شخصيا لانها مرة مرة رهيبة ولعبة سيرفايفل وفيها فكرة جديدة. اللعبة هذه فيها تفاصيل كثير، منها انك تقدر تبني مركبات خاصة فيك وتكون باشكال معينة. بالبداية تبدأ مركبة صغيرة، بعدها تكبر تصير اكبر، واسم المركبات هنا ووكرز. طبعا اللعبة هذه لعبة سيرفايفل زي ما قلت لكم، فيها تفاصيل كثيرة، فيها خيارات مرة رهيبة. ما راح اتكلم اكثر عن اللعبة، بخليكم مع المقطع. واذا تبغونها سلسلة ابغاكم تحطون لايك. اللوك كام فاير، الحين ابغى اسوي الكام فاير، نفس الشيء نفس النظام، نروح كذا نسوي زي كذا، نتعلم الكام فاير، هذا الكام فاير، بعدين نضغط بي. المباني كذا من هنا، وش يحتاج؟ والله يحتاج فايبر وحجر، ما قد جمعت حجر قبل كذا، هذه حجرة صح؟ اوكي هذا حجر، يحتاج حجر وفايبر زيادة، هذا سريري، اوكي حنجمع. تعال كيف طلع سلاحي؟ كيف طلع سلاحي شباب؟ دقيقة كيف طلع سلاحي؟ رقم واحد صح؟ ايه الله يقلعه، ليش نزل السلاح؟ خنجر وخنجر بالدفاع؟ والله مراوغ الكلب. ايوه كذا الدفاع يا حيوان. اهلا كويس اني مسوي باندج ثاني. شوف كيف يحط الباندج، يربط على راسه. رهيب. اوه في واحد ثاني، خلينا نتخلص منهم ذولي كلهم وانا قاعد اجمع. طيبين ان شاء الله. بتكلم عن لعبه الام الجديده استيريا اونلاين. اللعبه من شهرين نازله تقريبا، جدا ممتع، جدا 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 ممتع. اللعبه نص نظامها مره كلاسيكي، واذا حملت اللانشر تقدر تلعبها لمده 30 يوم اشتراك يعني ب$9. فانا اشتركت ب$9 صراحه لاني ناوي اخلصها سريع سريع. طبعا 3 أيام لي لعبت اللعبة، فوصلت ليفل 43 الآخر ليفل 50. اللعبة ممتعة جدا، مرة ممتعة، يعني بتوصل ليفل عالي وانت ما تدري عن نفسك أصلا. هذا قرلت من ذا ويتشر. القائمة اللي هنا يا شباب اللي فيها الحيوانات ذي اللي تتكلم، أحيانا يجوا هنا، أحيانا يوم استدعيهم يجوا هنا. شيء متحمسين صح؟ إذا تبغون أشرح لكم عن اللعبة وأشرح الأيتمات وأشرح أشياء كثيرة يعني جوا، أدعموني في المقطع صراحة ذا، وإن شاء الله إن شاء الله إني أنزل عنها مقاطع مرة كثير. اللعبة مرة ممتعة، مرة ممتعة، وخريطتها زي آيون، يعني نفس آيون هذا العالم. هنا المدينة، هنا تقريبا القارة دي مرة كبيرة، مرة مرة كبيرة، يعني إذا ختمت هذه كلها ممكن يوصل لك زي اللي خلاص. انت تجي هنا من ليفل 30 اتوقع، تخلصها انت ليفلك 40 يعني. شبيهة بايون يعني، شبيهة بشكل مرة كبير، مرة كبير طريقة اللعب وزي كذا. فان شاء الله يعني تكون اللعبة مرة قوية ويكون سوقها ماشي يعني. الى الان يعني ما في ناس كثيرة تشتكي منها، وما اخذت تقييمات تقريبا 7.3. وكمان في شيء مرة حلو في اللعبة، اذا تبى تروح لمهمة معينة تضغط بس عليها، تضغط على المهمة وهو يمشي خلاص، روح شوف لك اكل، روح شوف لك اي شيء راح يوصلك لين المهمه يعني. بس ان شاء الله ما تكون وسط وحوش. شلات I'm Liar from the Ariel Island. You dare challenge the Shadow Aodel? You'll regret it. Get out of here. I didn't mean to highlight. It's good to you said, but I don't. Please, liar. You see it too, don't you? A fragment of a past or a...
اكسبلوزي احسن سوبر والله الى هذا ديال بدر الو اهلا سي محمد هاو ار يو كيف الحال ثانك يو فيري ماتش ثانك يو لا لا بخير بخير ريفي زين هذا ضروري ضروري ومؤكد هاك ضروري قال هالي بس ما تكتوش هالو بلو محمد قال لك تكوني تنديرو الريف ما كانش يعني ما كانش كيرير ولا شيء انزين على تشيك ماضي تعرفش اخي سعد فين قال سيرافيت ها سيرافيت سيرافيت هذاك اللي داير بحال دي زاتوم ولا لا الفون ديالو خضر وفيه بحال الشوك صفر فراكو ديال اسكت كنت فراكو ضايع ولا صفر وفيه الشوك صفر اقلا ابراهيم روغو وي بصراحة اللعبة هذه جدا 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 جذبتني وصراحة قطعت بسبة اللعبة هذه طبعا زي ما تشوفون الخريطة كيف طبعا هذا الخريطة كله الميكانكس يتجولون فيها يعني بشكل غير طبيعي طيب خلونا نشوف الزعيم طبعا ما شاء الله دول مرة باين عليهم لعيبة بشكل غير طبيعي يعني بامكانك يعني ممكن دحين قتلوه بعد يعني بس حبيت زي ما تشوفون قتلوا ما شاء الله هذا من غير ما سوى اي شيء زي ما تشوفون اعطوني اكس بي وانا ما سويت حاجة بس دوب اللي جيت 698 طبعا واحد من اخواني طبعا انا جالس العب على خفيف يعني ما بلف الا لما هو يجي يعني يجيب اللفل زي كذا وصلنا سيارته زي كذا طبعا السيارة هذه ما هي بقوة السيارة هذيك طبعا فجرت نفسي قاعد احط طبعا في اسلحة كثير في شاتجن في رشاشات في خلاطات في لانشرات فيكم او دوائر بالمعنى الاصح بالتحديد الصفرة اذا مرت بتلفل الصفرة هذا الاشكال كيماوي وعندكم الزعم اللي زي هذا بس خش اللي فيها دوائر مرة كبيرة مرة كبيرة دائرة جد كذا كبيرة حمراء يعني هذا فيها ناس بشكل غير طبيعي ما تصورونه below in case you guys would like to take a look for yourself because there's a lot of information that I won't be able to cover in a short amount of time the major changes and new addition that we're going to talk but we're going to give it a try okay so the first content that we're going to talk about today is free to play Rise of Aegon is 100% free to play with a premium subscription the number one question I get when I tell people the game is free to play is what's the difference between free to play and premium what are the free to play restrictions clan rank is not restricted can create a clan house ownership no restriction personal bank space increased to 200,000 items market buy sell orders are unlimited backpack carrying capability is limited to 400 kg and meditation points are limited to 500k the first thing I want to point out is there's no skill crafting or gear limit for free to play players that means you can craft and wear the highest gear max every stat to 120 and get every skill to 100 if you wanted to. The biggest thing you're going to notice as a free-to-play player is the bank restriction. But as a new player, you're not going to reach that limit super quick. I have three PvP stance. Peaceful, neutral, and hostile. Peaceful, you won't be able to attack anyone. Neutral, you can attack anyone that's neutral or hostile. And hostile, you can be attacked anywhere on the map. Along with PvP zones and PvP stance, we have three type of looting now. There is no loot, partial loot, and full loot. No loot is reserved for peaceful players in Capital City only. They will drop a bit of gold when they get ganked, but nothing else. Partial loot means you will lose everything in inventory, but keep whatever you have equipped on your paper doll. And full loot is same as before, you lose everything on death. Moving on to die crafting. So die crafting is a new skill in game, and currently you can only die bone armor, full plate, inferno. Thank you.
شباب عساكم طيبين. مقطع الدي سي يونيفرس اونلاين، كثيرين يسألون على الاورا اللي هي قاعدة اتشع في جسمي اللي شايفينها الشخصية هذه. طبعا الاورا هذه يا شباب عشان تجيب هذه سموك اورا، طبعا السموك غالي في طريقة، بس بعدين تروح عند ستايل معلق على الاوبشن وتروح عند كلمة اللي هي هذه رابع واحدة تضغط عليها، هذه كل الاورات، او انك تشتري الاورات اللي موجودة في هنا، خلنا نشوف في المتجر تحصلها موجودة، تبي تشتريها يعني شي راجع لك. عندنا جلد نقية اللي فيها مجموعة ديال الكلاس والمواهب من قتلة محاربين مدافعين ومتحولين إلى حيوانات كلبية بحال خونا هذا. وتلقى الأمر جميع الوحدات باش أنهم يتجمعوا في واحد البلاصة، يجدوا التنانين ديالهم ويشدوا الطريق باش ديفوندي القلعة ديالنا. اللعبة إن شاء الله وتحبونها معاي. اللعبة هي MMORPG، اللي ما يعرف MMORPG هي لعبة تختار لك شخصية من بين أكشن، لازم يعني خلاص كل لاعبينك اللي بتسويهم أو كل يعني أي شخصية راح تسويها راح تكون كلها أزموديان، ما تقدر تختار مثلا إليوس وهذا، خلاص هذا الأكاونت بس حق أزموديان. نقول continue. عندنا 12 كلاس، لما توصل ليفل 9 يجيك الNPC يخيرك يقولك تبغى هذا الكلاس ولا هذا الكلاس. يعني الحين عندنا وارير، سكاوت، ميج، بريست، تكنيك، واللي هو ميوز. انت تختار من بينهم. الوارير ينقسم القسمين، ينقسم اللي هو تمبلر وينقسم اللي هو جلادييتر، اتبع عشان يصير الثاني عندك. هذا طبعا تختار من بين ميل وفيميل. هنا اللي هو الميج يترك. عندنا بعد بريست، البريست هذا يروح يا تشانتر مرة هيل. اللي هنا عندك هو يا ينقسم يا الجنر يا الاي تي.
وهنا عندك ينقسم يا طيب احنا راح نروح للكلاس الجديد فيميل. طيب طبعا ايون يعني عندها الجرافيك الصراحة انا بالنسبة لي ادوخ عليه ادوخ 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 عليه صدق صدق مرة مرة يعجبني الكرييشن يعني حقها كيف طريقة الديتيل حق الشخصية مرة يعجبني صدق. طبعا ما ودي اطول عليكم يعني بحط شيء انا حاطته من قبل. اوكي طبعا تقدر اوكي كريت. طبعا الحين مهمتنا اننا نوصل اللاعب ليفل 80. طبعا انا ما راح اوريكم طبعا انا احبها مره تكون صغيره كذا تعجبني الشخصيه لما تكون صغيره دونكي. طبعا لازم تسوون الكوستات اللي هو كامبين اهم شيء اللي هي الصفراء لازم يعني تخلصونها. الحين لما اوصل ماكس ليفل يعني الاكس بي بار يوصل للاخير ما اقدر الفل لين اختار انا ايش ابغى اروح. في كثيرين ناس جديدين يعلقون بهذا المكان يقولون وش السالفه وش نسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. كيف حالكم؟ فاينل فانتسي 14 الاونلاين تستهويك. انا حاليا العب الجوب حقي الساموراي. الساموراي صراحة مرة ممتع جدا 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 ممتع. راح اوديك لهذه المدينة فهي تكون مدينة البداية حقتك. طبعا كالعادة دائما يكون في ثلاث مدن، مدينة يعني رملية، مدينة غابة، ومدينة ساحلية. مدينة قبل شوي كانت مدينة غابة، هذه مدينة رملية. يعني إذا طلعت برا يكون جسنا يعني كل المنظرة ومناطق Yo, what is up guys? Volti here with a brand new video. Now, I'm sure a lot of you guys have come across some interesting secrets in Battle for Azeroth. However, I have found something that is really, really cool, and it is a very interesting secret that you can find in Battle for Azeroth right now. So in Voldun, if you swim out into the ocean, there is a secret zone underwater here that you can check out right now. So if you go onto this part of the map and you start swimming downwards, you will begin to see a very interesting thing. You will start to see some blue jellyfish swimming in the water. If you explore the zone, you will see that there are some very interesting patrons having a drink in this underwater bar, such as an undead Zandalari troll. The side of the boat, if you blow on the horn, I believe that spawns a giant kraken, or it might just be there automatically, but either way, there's a giant kraken that is next. حاب اليوم اعرض لكم لعبة جدا جميلة. للأسف اللعبة ما هي منتشرة عندنا مع أن اللعبة جدا قوية. اسم اللعبة تيرا من شركة إنماس. تجاهلوا هالشخصيات لأن هذه شخصيات قديمة عندي. حاليا راح أضغط على نيو كاركتر. هذه هي الشخصيات. في اللي هم البشريين او الهيومن
الشياطين او الايفلز، ما اعرف ايش اسمهم صراحة، في الهاي ايل شخصية يعني دي مسلسلات اجنبية. في الشخص اللي ما اعرف ايش تبغى من الحياة، وفي الانز اللي هم الاطفال. واخيرا هذا الحجر او المصنوع من حجر اسمه باراكا. المهم انا بختار ايلن. اوكي خلونا نشوف الاسلحة. في اللي هو الويريور اللي سيفين، في هذا هيلر اللي هو يعبي دم اللاعبين اكثر من انه يقاتل، يعني ضعيف نوعا ما في القتال. اتوقع اني باخذ ارشر. اوكي تمام، ارشر. اوكي طبعا فا عادي وديكم تختاروا الحيوان هذا مثلا سنجاب. باخذ شيء شويه فانتزي يعني شيء غير واقعي. في شيء يعني مثلا تحس عاديه زي هذا، يعني شيء واقع ملامح من قريب. لا مو الملامح، نفس الالوان، الوان الحواجب الخدود. هذه كيوت عجبتني. هنا يعطينا فكرة عامة عن الاوتفيت اللي هي الملابس. طبعا احنا حاليا ما نختار. نضغط كومبليت. اوكي هناك شخصيتي الدقة العالية. اوكي اول ما نخلص من الشخصية راح نرسبن هنا. اوكي فرايحة استني. اوكي حاسة في شمس. اوكي طبعا هذول اللاعبين اونلاين معايا كلنا دهونا بعدين. ليه قتلتي؟ مؤذية. شخصية ليفل 65. صح 65. موجودة هنا. ما اعرف ايش تحس فيه، ليه جاية هنا ما اعرف. لو اي احد حاب ينضم ويلعب معايا او يضيفني في قائمة الاصدقاء يقدر يضيفني عن طريق اسمي ايزو دوت تيرا. The true pioneer of the continent or Firan the sprinting light. Different continents not only have different cultures, architecture styles and languages, but also the two alliances have been fighting for a long time and hostile to each other. RPH has 220 occupations that can be created depending on the combination. And when creating a character, you can create an occupation starting with one of six skill sets. For your reference, the total number of skill sets is 12. Melee dealer, distant dealer, magic dealer, and healer. When choosing skill sets, you can start thinking of the four categories first. Choose Battle Rage or Swift Blade if you want to be a melee dealer featuring combo skill. Or you can choose sorcery or malediction to get started if you want to be a magical dealer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حياكم يا اهلا وسهلا. اليوم راح اتكلم لكم شوية عن مميزات لعبة اركيج او ايش اللي يخلي اركيج تختلف عن العاب الاموز الثانية في اللعبة. طبعا اول شيء اهم شيء في اللعبة بالنسبة لي هو طبعا البحر. البحر جزء جدا جدا كبير من اللعبة. يعني اول شيء تقدر تسوي سفن، طبعا بالبداية تبدأ تسوي سفينة صغيرة، بعد كذا تقدر تسوي سفينة اكبر، وبعدها تسوي سفينة ضخمة جدا. طبعا السفن الكبيرة كل سفينة لها مميزاتها. في سفن بس حقت تنقل بتروح من جهة لجهة، منطقة لمنطقة. في برضو سفن حقت صيد، تاخذ سفينة مثلا تروح تصيد فيها، تروحون انت مثلا انت والقلد حقك تروحون وسط البحر تشوفوا لكم منطقة كذا حقت اسماك تصيدون فيها سمك. برضو في سفن حقت قتال، في سفن حقت تجارة وزي كذا. يعني في سفن ضخمة تقدرون انت والقلد حقكم تروحون تعبون موارد واشياء زي كذا، وتبدون تروحون عاد بالبحر يا انكم تتاجرون، يا انكم تصيدون سمك، يا انكم مثلا تكتشفون كنز او شيء زي كذا، او انكم تقاتلون زعماء. طبعا زي ما قلت لكم في مقاطع ثانيه انه في زعماء في وسط البحر، في اللي هو اضخم شيء انا ما اعتقد انه الكراكن، وحش جدا ضخم زي الاخطبوط كذا عنده ثمان ايادي او شيء زي كذا. برضو
في اشياء جدا كثيره برضو ممكن انك تتعرض الى هجوم من قراصنه، لاعبين قراصنه يعني لاعبين حقيقيين يهجمون عليك، يسرقون اغراضك، يمكن يذبحونك، يدمرون سفينتك وزي كذا. ففي حرب يعني، في اكشن قاعد يصير في البحر، مو بس انه بحر كذا وخلاص تنتقل من منطقه لمنطقه. طبعا يمديك زي ما قلت لكم يمديك التاجر بسفن كبيره او سفن صغيره، طبعا على حجم السفينه وحجم الاشياء اللي تقدر تحطها في السفينه كم بتطلع فلوس. طبعا بما اننا قاعدين نتكلم عن التجاره، التجاره برضو جزء جدا جدا كبير من اللعبه، يعني من اهم الاشياء اللي في اللعبه. لان في اللعبه تقدر تتاجر كل شيء، كل الانواع، مثلا تبغى تتاجر بخضار، خشب، موارد، اشياء كثير مره. طبعا نظام التجاره في البدايه، طبعا اذا كنت مثلا ما عندك ماونت مثلا، الله يكرمكم اذا كان عندك حمار او شيء زي كذا، ممكن انه يخفف عليك ويسرعك شوي، بس ما هو سريع. بعدين يمكن مع الوقت تقدر تاخذ لك عربه، تصنع لك عربه وتشتري لك عربه وزي كذا. طبعا مثلا اذا تبغى تتاجر الى منطقه بعيده، يعني تبغى تقطع مسافه بعيده، طبعا فلوسك راح تصير اكثر. برضو اذا كنت مثلا رايح تتاجر الى منطقه ما يتاجرون فيها ناس كثير، يعني منطقة نادرة ما يروحون لاعبين هناك ويبيعون فيها، برضو تجيك فلوس أكثر. فعن الاقتصاد والتجارة شيء جدا جدا مهم في اللعبة. حتى بعض الأحيان مو قلنا إحنا بالسفن ممكن يهجمون عليكم لاعبين قراصنة وزي كذا. في باللعبة تقدر مثلا تكلم ناس، تروح جلد معين مثلا، جلد قوي تعرفه، تقول لهم والله أنا مثلا عندي السفينة هذه كبيرة وعندي فيها موارد كثير، أبغى أروح أوصلها مثلا منطقة معينة وبتاجر فيها، بس أنت بتوفروا لي حماية. فهم يوفروا لك الحماية بس يقولوا لك بشرط طبعا إيش، إنك تعطيهم نسبة تفعلهم مبلغ معين واشياء زي كذا. فهذه واحدة من الاشياء اللي يسوونها اللاعبين في اللعبة. طبعا الحين نبغى شوي. Hey guys, today I am going to play something different. I'm going to play or not really play yet because we're first going to create a character in the game The Elder Scrolls Online. So, to be honest, I haven't played this game in years. I just recently installed it again and just quickly had a look at it for maybe like 10 minutes. So this is actually this. But I thought, let's just create another character and then after that I can practice playing it and then maybe I can continue on my main once I kind of remember everything again. So let's just go and create a new character. You know, I always want the thief kind of class, that's why I went for Khajiit, just like in Skyrim, but I think I'm going for Wood Elf. Yeah, looks cute. Alright. The class. As you can see, I don't really have these two. Necromancer sounds really cool.
واليوم راح نتكلم عن The Elder Scrolls Online. اللعبة شنو، عن شنو تتكلم، وشنو التحالفات والكلاسات الموجودة باللعبة. اولا بكل بساطة، اللعبة اسم اللعبة The Elder Scrolls Online، وهي من نوع MMORPG، وتتميز بعالمها ومحتواها الضخم. وكأي لعبة MMORPG فانها تعطي اللاعب حرية التصرف والاختيار في كل ما يريده في اللعبة. فبكل اختصار يعني تقدر تسوي اللي تبيه باللعبة، وتقدر تختار اي كلاس تبيه باللعبة، وتقدر تختار اي نمط لعب في اللعبة. وحالات اللعبة اكثر ان طفي حلو، وحالات بعد تنوع كبير في الاعداء، يعني في تنوع كبير، يعني ما تلقى نفس العدو بنفس المكان ونفس العدو بكل مرحلة، يعني صدق تنوع كبير باللعبة من ناحية الاداء. وبعد حالات اللاعبين صدق زحمة في كل مكان، والكل يعني يبي يساعدك، يعني صدق الكل يبي يساعدك. اللعبة من ناحية اللاعبين تلقى يعني بكل منطقة بكل مكان تلقى فوق 100 لاعب موجود، يعني راح تلقى بنفس المنطقة اللي انت فيها في المملكة اللي فيها، راح تلقى يعني على حسب سيرورك فوق 100 لاعب موجود، يعني ما تلقى عدد قليل، دائما العدد كثير. وطريقة القتال شبيهة بسكايرم بس لكن افضل ومتنوعة اكثر. و الاتصال انس الاتصال فيها ممتاز جدا. بالنسبة لي اخترت سيرور اوروبي، لا احد يختار السيرور الامريكي، جنوب امريكا كذي لا احد يختار، الاوروبي يعني الافضل لانه قريب منا ومن منطقتنا، فاتصال صدق خرافي. واي صح، والشات موجود، يعني تبي مساعدة تبي شيء مثل ما قلت الكل يبي يساعدك. صدق بصراحة اللعبة ما شفت لعبة مثل يعني مثل الدر، اللعبة فيها يعني الكل صدق يبي يساعدك، يعني بس تقول ابي مساعدة من احد I need help على طول يجونك، او على طول يعني اذا مشغولين حتى لو يقولون لك يعني يردون عليك يقولون لك انطرني شوي بعد 10 دقائق اجي اساعدك. يعني لهالدرجة يعني في تفاعل، في يعني مجتمع حلو باللعبة، يعني الشات صدق يعني تقدر تواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم في لعبة بلاك ديزرت اونلاين. واليوم قدنا نسوي الشخصية هذه الشاي الجديدة، المفروض الشخصية نزلت اني كانت نازلة اوريدي، كنت تقدر تسوي الشخصية على بلاك ديزرت بس ما كنت تقدر تلعبها لين تاريخ 26 او 27. اعذروني صوتي رايح شوي لاني تضيء، وبندخل نسوي شخصية شي مصمم على السريع وبنلعب شوية فيديو وبنجرب شخصية الشاي الجديدة. نفس ما تشوفون هذه الشخصية قدامنا، man she looks cute عقلتهم. يب as you can see عندنا شو عندنا، كنترول بلاينا اتاك ديفنس، عندنا كومبو وايفيجن. ونفس ما تشوفون هنا يقول لك the main weapon of the shy is the giant boomerang، اللي هذا وراء ظهرها شو اسمه هذا البومرانج اللي وراءها، نعم الفيجن والكومبو. فلتس خلنا ندخل في التصميم، انا وبل هناك في تصميم بي دي او احسه معقد شوي، وليش حول نظراته في شيء ابيض يا ريان. المهم فخلنا نصمم الشخصية. اول شيء بنصير عندي الشعر، خلنا نجرب الشخصية. او ماي جاد هلا تخيل طالعك شيء. فنجرب الشعر اوكي خلنا ارد ورا شوي، not that much سواد عقلتهم. الفيس عندنا خلنا نشوف شو الميك اب الحالي موجود. اوه بعدين عندنا this one، بعدين this one. it does not take your time to decide are you sure you want to choose this لحظة شوي ليش جي يا اخي لا حرام والله يا اخي ما ادري كيف. المهم next انا مستوي بورينج، عندنا هني معصبة، يعني ليش معصبة تخيل شارت عصبين. بعدين عندنا هني زعلانة مو بضحك يا ريال ولا بقى دكح. المهم نفس ما تشوفين هني زعلانة، ليش زعلانة هني؟ هلا كيف الحال؟
الشخصية شي اعتبر نفس الجيم بلاي وشو مكان ودك تسميه. اعذروني قاعد اثوب. اليوم الجمعة او يب اجازة وانا تعبان صراحة. احس عمري بمرض. Are you awake my friend? These are the memories of the forgotten world. Sorry, but you should have known better. ما ادري هذا كي لغى يتكلم. يعني انا العب قاعد على النسخة معلق بسبب ما حلو. هل بيسك اتاك بعدين حبيبي بس ما تشوف. واو تعبنا الانيميشنز خاصة البي دي او يا اخي غير. بعدين عندك هذا حطيه brought up here. And like I said, I'm sure there's graphics settings somewhere where I can change this, the quality down just a hair, so my computer can handle it. Ooh, hello! We'll do this one. This one looks cool. Okay. Create. Enter a name. Ooh, yeah, Nyrax. Create. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الرائعون. أنا والله أحبكم في الله. ما أعرفكم بس أحبكم في الله. اليوم قررت أني أنزل هاي شخصيتي الأصلية كوين في ريفليشن. شخصية ليفلها عالي 68 وكل مهاراتها واضحين. أحب بعض الأماكن الحلوة حتى فيها تصوير فيها بيو فيها كمان تشتري منزل فيها خطبة وزواج. فيها يعني كأنه شخصيتك حقيقية تعيشها بكاملها. وفيها تحديات رائعة فيها مهمات قصيرة ومهمات طويلة كل هيك. اللي معه أسئلة يحط لي أسئلة في التعليق وراح أجاوب إن شاء الله. وأعطونا آراءكم واقتراحاتكم وراح أخليكم تكملوا الفيديو براحتكم. ومرة جاية راح انزل كل شخصية كيف مهاراتها. في معي شخصيات اخرى ليفلها عالي مثل هيك وشوفوا يعني تاخذوا عليها فكرة. ولما تكونوا لسه راح تفتحوا شخصية جديدة تكونوا عارفين ايش راح انه شخصية مناسبة لك. في مدافع في ساحر في معالج في اساسبان يعني كل شخصية عندها مهاراتها كل شخصية عندها الخصوصية تبعها وانت واختيارك. يعني في شخص يحب يضرب من بعيد في شخص يحب يضرب من